السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: أنا وكافل اليتيم وشاور بالسبابة بالأصبعين، يعني في الجنة. أنا وكافل اليتيم بالجنة. وفي ناس قالوا إن الحديث ده المقصود بأبو طالب اللي هو عمه اللي كفله 40 سنة. لكن اليتم مش بس لسيدنا محمد. لما نيجي نقرأ في المدى القريب في الجاهلية هنلاقي أول واحد كان قريب منه اللي هو قصي، وقصي اللي هو قريش برضو كان يتيم. تاني واحد اللي هو مين؟ اللي هو عبد المطلب اللي هو جده، جد الرسول، برضو كان يتيم. وسيدنا محمد اللي هو ايه، نمرة 3، برضو كان يتيم. سيدنا محمد كان يتيم من الأب والأم، وسيدنا طالب كان يتيم الأب وتربى بعيد عن أمه، قعد 6 سنين مع أمه وبعدين راح مكة فتربى بعيد عن أمه. قصي لا، قصي لما اتولد أبوه كان اتوفى بعديها، أبوه، وأمه بعد فترة اتجوزت واحد من قضاعة، من قبيلة قضاعة، وطبعا هو خدها وراح الشام فتربى هناك في الشام، يعني برضه تربى ايه، يتيم. وقصي ده ما شافش الا زوج امه. فاليتم اساسا موجود في السلسلة، يعني من الجد الاول للرسول عليه الصلاة والسلام، والجد الرابع للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. ربنا قال في سورة 34 آل عمران أن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. آل عمران كان برضو عمران متوفي وعنده بنتين، واحدة متجوزة والتانية لسه في بطن أمها اللي هي مريم. فيعني اليتم والحاجات دي موجودة، بس سبحان الله موجودة، بس سبحان الله. يعني تلاقي إن اللي مثلا ابوه اتوفى او حاجه زي كده بيجي عمه يمسكه. دي من عادات العرب ومن شيم العرب ومن اخلاق العرب ومن الاخلاق طبعا. يعني مش عشان ابنه ابوه مات خلاص عمه ما يسالش فيه. فدي الفكره يعني. فهي اليتم اساسا موجود، ولذلك عشان الرسول يحس على الموضوع ده، يحسنا كمسلمين، فقال لك انا وكافل اليتيم وعمل بالاصبعين في الجنه. وده دليل، هو مش شرط يكون قريبه، مش شرط يكون عمه، لا، ده مش شرط. لان اساسا قريش، اسم قريش اللي هو قصي، اساسا قريش معنى كلمه قريش يعني كان بيفتش على ايه، على المسكين، على الغلبان، على اللي عنده مشكله، على اللي محتاج فلوس، على اللي مش لاقي ياكل، على اللي عندوش سكن، يعني على كل حاجه ماديا ومعنويا قصي كان بيفتش. وذلك سموه قريش، يقرش يعني يفتش. أما هاشم كان بهشم الخبز، يعني بوكل الناس بدون مقابل، هاشم. فدي حاجات من شمات العرب أساسا موجودة، ده قبل الإسلام. ولذلك احنا لما نيجي نتكلم في أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام واللي هم معترف بيهم 21، آخرهم عدنان، يعني من أول عدنان وانت جاي لغاية سيدنا محمد، دول 21. من بين عدنان لغاية ثابت ابن إسماعيل، سيدنا إسماعيل، دول أسماء غير دقيقة وفي اختلافات في الموضوع ده كتير. من إبراهيم، ناس نسبة إبراهيم لنوح، لا، إبراهيم مش لنوح، إبراهيم للي كانوا مع نوح في المركب، وده موضوع تاني. فاحنا هنجيب الأجداد بتوع الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا في أجداد لهم قصص مهمة، فعندنا مثلا قصة مضر، وعندنا مدركة، قصة مدركة اسمه مدركة هو، وفهر، وبعدين عندنا كعب، وهتلاقي الأربعة دول سبحان الله الحاجات اللي كانوا بيعملوها القرآن بيحسنا على عملها. يعني مثلا كعب هو أول من كان بيخطب في الحجيج يوم الراحة أو يوم العروبة،
ومسميين يوم الراحة اللي هو يوم الجمعة أو يوم العروبة، ما كانوش يعرفوه يوم الجمعة. لما نزل الإسلام غير الاسم وقال لا إيه يوم الجمعة. فكان على الظهر كده بخطب في الحجيج وبقول لهم كلام زي خطبة الجمعة اللي بنسمعها، هنتطرق في الموضوع ده. وهو أول من دخل في الخطبة كلمة أما بعد اللي هو كعب، وكعب ده بيعتبر إيه الجد الثامن للرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين عندنا قصي، وبعدين عمرو، وبعدين عبد المطلب، عمرو اللي هو هاشم عبد المطلب، وبعدين عبد الله اللي هو أبو الرسول. أما باقي الأسماء يعني مش هتفيدنا. ونزار طبعا، نزار اللي هو الجد الـ11، لأنه هو أول من كتب الكتاب العربي. فدي الفكرة، لما باقي الأسماء ما فيش حاجة مميزة نقدر نتكلم عنها. فهنتكلم عن أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ ناخد الأجداد اللي هي في حوادث معينة، وهتلاقي فيها تمس الأخلاق، تمس العادات، تمس التقاليد، وتلاقيها القرآن ثبتها وأقرها إن لازم نعمل زيها، وهي بداية من العرب، من عادات العرب. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر، والسلام.